ومن مسائل الصوم أن الإنسان لو نام النهار كله، نوى الصيام ثم نام النهار كله لم يستيقظ في جزء منه، فإن صومه صحيح. ولكن ليس معنى هذا أنه جائز له، لا، بمعنى أنه إذا كان نائما من غير اختياره، وهذا قد يعرض الإنسان فينام النهار كله لمرض أو إرهاق أو لم يوقظه أحد أو لم يسمع المنبه، إذا أخذ الاحتياطات والواجبات عليه فإن صومه صحيح. لكن كون الإنسان كما يفعل الآن وللأسف يسهر كثير من الشباب وكثير من الشابات الليل كله ويلحقون بالليل جزءا من النهار إلى الساعة 8 أو الساعة 9 ثم ينامون إلى ما بعد غروب الشمس، فإن هذا الصوم غير مقبول، لأنه ترك ركنا من أعظم أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، فهذا لا ينفعه صومه، نسأل الله السلامة والعافية.